السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبألف خير ان شاء الله. في فيديو النهاردة هنتكلم عن فضل يوم الجمعة وفضل قراءة سورة الكهف. يوم الجمعة غير انه بيعتبر عيد الاسبوع ويوم اللمة ويوم الاجازة وجامعة العيلة، كمان يوم الجمعة ليه فضل ومكانة عظيمة في الاسلام. اول حاجة من فضائل يوم الجمعة واللي بيتميز بيها هو خلق سيدنا ادم ودخوله الجنة وخروجه منها. تاني حاجة هو إن يوم القيامة يكون يوم الجمعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. والساعة هنا المقصود بها يوم القيامة. تالت حاجة يوم الجمعة بتكفر فيه صغائر الذنوب. ودليل ده حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رابع حاجة صلاة الفجر يوم الجمعة خير صلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة. خامس حاجة النجاة من فتنة القبر لمن يموت يوم الجمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة إلا وقاه الله من فتنة القبر. اختص الله سبحانه وتعالى يوم الجمعة بساعة إجابة، واختلف العلماء في تحديدها، لكن الأرجح إن هي بتبقى بعد العصر. ده كان فضل يوم الجمعة. نتكلم بقى عن فضل سورة الكهف. سورة الكهف ورد في فضلها أحاديث كتير، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له ما بين الجمعتين. وسبب تسمية سورة الكهف بالاسم ده هو ورود قصة أصحاب الكهف فيها. من الأحاديث كمان اللي وردت في فضل سورة الكهف: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق. ومن الأحاديث كمان قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة، ومن قرأ 10 آيات من آخرها ثم خرج الدجال لم يضره. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، أتمنى تكون استفدتوا من المعلومات اللي قلناها. ما تنسوش بقى لو الفيديو عجبكم تحطوا لايك وتعملوا شير للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد إن شاء الله.